مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. انطلاق التوظيف المؤقت للمتعاقدين منتصف أوت. ستشرع مديرية التربية للولايات في توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب شاغرة بدءا من تاريخ 15 أوت الجاري على مدار 15 يوم كأقصى تقدير لتغطية الشغور البيداغوجي، إذ ستعطى الأولوية للذين اشتغلوا خلال الموسم الدراسي المنصرم وحققوا نتائج إيجابية في الامتحانات المدرسية. أفادت مصادر الشروق أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة قد حددت تاريخ 15 أوت الجاري للشروع رسمياً في تطبيق الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تخص التوظيف المؤقت لفائدة الأساتذة المتعاقدين في مختلف التخصصات، وتختتم العملية في أجال أقصاها نهاية الشهر نفسه بغية سد الشغور. البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي المقبل بسبب قرار الوزارة الأخير والقاضي بتأجيل برمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة إلى غاية 31 ديسمبر القادم، وعقد العمل يبدأ سريانه انطلاقا من تاريخ الدخول المدرسي وينقضي بقوة القانون في 31 جوية من كل سنة تاريخ نهاية سنة دراسية، وهو قابل للتجديد أو الإلغاء خلال موسم الدراسي. وبخصوص شروط التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين، أوضحت مصادر الشروق بأن الأولوية ستمنح للمربين الذين اشتغلوا خلال موسم الدراسي المنصرم 2021-2022 وتمكنوا من إحراز نتائج إيجابية في الامتحانات المدرسية بفضل الخبرة المهنية التي اكتسبوها في الميدان بحكم احتكاكهم الدائم مع زملائهم من الأساتذة القدامى، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون تقاريرهم المرفوعة إلى مديريات التربية للولايات تؤكد أنهم تمكنوا من إثبات جدارتهم في المؤسسات التربوية من ناحيتين البيداغوجية والعلمية، وكذا من حيث التواصل الجيد مع تلاميذهم في القسم، كما اشترط كذلك توفرهم على الشهادات والمؤهلات المطلوبة في التوظيف في رتب التدريس، وهي شهادة الليسانس بالنسبة للطور الابتدائي والمتوسط وشهادة الماستر للتوظيف بالطور الثانوي، على أن يتم تجديد عقودهم المهنية في ولايات إقامتهم على اعتبار أن التوظيف خارج الولاية قد يطرح مجددا مشكل انعدام الإيواء بالولايات المستقبلة، وهو الأمر الذي لطالما شكل عائقا كبيرا لعدد كبير من الأساتذة الذين اضطروا في سنوات سابقة إلى التخلي عن مناصبهم المالية بسبب ما يصطلح عليه التوظيف الوطني. وعن كيفية دفع مستحقاتهم المالية، أكدت المصادر ذاتها بأن الأساتذة المتعاقدين يحصلون على رواتبهم بصفة شهرية مباشرة عقب التأشير القانوني على ملفات التوظيف الجماعي من قبل مصالح الرقابة المالية بالولاية. وأضافت ذات المصادر بأن مديرية التربية للولايات وقبل البدء في توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين على مناصب شاغرة هم ملزمون أولا بالانتهاء كليا من تعيين أساتذة خريجي المدارس العليا في مختلف المواد والتخصصات، برغم أن العملية قد عرفت تعثرا نوعا ما بسبب تأخر حصول أساتذة الدفعة 2022 على شهادات التخرج، وثانيا استكمال دراسة ومعالجة كافة ملفات الأساتذة الراغبين في الدخول الولائي. للتعرف على كل ما هو عاجل وجديد في الجزائر، ما عليكم إلا المشاركة في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك لمشاهدة كل ما هو جديد. لا تنسوا مشاهدة فيديوهاتي الأخرى.